اساسا نحن عن طريق الفيديو تصوير الفيديو اقدر بعد كده اعرض الكلام اللي انا صورته وعن سلو موشن اقرب شويه في مكان معين وارسم بريك عشان اشوف فيه حاجه بشكل اوضح تمام ولكن طبعا الاوبجكتيفيتي بتاعت الكلام ده عمرها ما هتكون زي الانسترومنت جيت اسيستنت. انسترومنت جيت اسيستنت يعني علاج. يعني في موشن اناليسيس، يعني كاميرات موجوده في كل مكان تمام؟ سنسورز موجوده حتى على الجراوند. اي بي جي عشان يقيس لي دلوقتي الاوارس عشان يقيس لي المصدر اكتيفيتي. فورس بلاتفورم عشان يقيس لي الفورس وانا ماشي وبتحرك وبدوس على الفورس بلاتفورم هيجيب لي الدايركشن اوف الفورس وهيعرفني كمان انا البريشر بتاعي على الجراوند دلوقتي ده ايه تمام؟ طبعا هنا الاوبجكتيفيتي عاليه باخد من هنا كوانتيتيف اناليسيس عايز بالارقام قبل ما نتكلم عن الاوبجكتيفيتي فنيجي موضوع كواليتي تاخد منه امبريشن عن الموضوع كله من غير ما اقدر احط ارقام ثابته تساعدني كمان في الفروق ولكن في امبريشن ولما بيحصل تغير كبير بيبان معايا اثناء الفولو اب. تو كومبليت سيستماتيك جيت اناليسيس انفولز 3 ستيبس عشان اعمل سيستماتيك جيت اناليسيس لازم يبقى عندي 3 ستيبس. فيرست is information organization. انا هشوف ايه؟ قبل ما حتى assessment انا لازم اعرف انا ايه اللي انا هشوف؟ ايه اللي انا هبص عليه؟ وده بالنسبه للاوبزرفيشنال جيت اناليسيس محلول لان في تشيك ليست كتيره موجوده باظهرهم مختلفه اظهرها بتاع فرانك بلس امبوس بتحدد كل التاسكس اللي انا المفروض اعملها assessment تمام؟ وجاست ان انا بجيب التشيك ليست دي وبعد مره والثانيه ويفاليويت بعد شهر بعد شهرين ايا كان وبشوف بعد كده الفرق عندي ايه. بس انا استبلش سيكونس اوف اوبزرفيشن ابتدي بقى الاوبزرفيشن بتاعي هل انا هبدا بالاوبزرفيشن سيجمنتري هبص على كل حته على حده بدايه ولا انا هبص على الجنرال موفمنت يونيك جيت بتاع الشخص ده بداية انا ببص على الجنرال موفمنت بعد كده ببتدي ابص سبيسيفيك عشان كده الموضوع برضه بياخد مني وقت طويل مش هينفع ان انا اعمل الموضوع ده وان شوت مش هينفع ان انا اعمل اوبزرفيشن جيت اناليسيس مره واحده اقول الشخص ما تمشي من هنا تروح هنا بس خلاص بعد كده عملت اناليسيس لا انما ممكن اعمل لها الانسترومنتال بمجرد ما مشي رايح مشي جاي خلاص كل حاجه اتصورت وكل حاجه حصلت عندي على الكمبيوتر. انما اوبزرفيشن هاخد وقت طويل ولازم اعمل اوبزرفيشن سبجكت فيو اعمل اوبزرفيشن اوبزر فيو. بعد لما بشوف جنرال ببتدي اشوفه سيجنال. تاني حاجه ببتدي انتربريت كل المعلومات اللي انا اوبزرفيشن كده اناليسيس. الموضوع مش ينفع بس احنا نقول انتروداكشن كده ونتكلم وايه اللي ممكن ندرسه والكلام ده كله. فانا حبيت ان انا اوصل للناس تو اي فانكشن. واحد احنا عارفين ان الجيت عندنا بنقسم لتو فيز. ستانس فيز وده والمفروض از ان كونتاكت وذ جراوند. سوينج فيز وده والمفروض از نوت ان كونتاكت وذ جراوند. ستانس فيز بيمثل 60% من الجيت سايكل. سبينج فيز يمثل 40% من الجيت سايكل. فانا قلت سب فيز من الاستاس حته كده من الاستاس بنتكلم فيها عن الاناليسيس وحته ثانيه من السبينج فيز بنتكلم فيها برضه عن الاناليسيس بكل خطوات. فجيت من الاستاس فيز اللي هو الريسبونس عندنا الاستانس فيز في خمسه سب فيز تحت بقى. انيشال كونتاكت لود ريسبونس ومين ستانس تيرمال ستانس اند فيز وي. دول الخمسه باشكالهم المختلفه كل سب فيز من دول بيمثل انتر باك داخل البيت سايد.
فاللود ريسبونس هو ده شكل اللود او الشكل اللي بنوصله في نهايه اللود ريسبونس. بمعنى البائدات الشكلتين سلايد فليكس اباوت 30 ديجريز، النين سلايد فليكس اباوت 15 ديجريز فليكشن، اند the ankle is plump but flexed with foot flat. ده الشكل النورمال للودنج ريسبونس. العصايه المحيطه دي دي بتمثل الدايركشن والباث واي اوف ذا جراوند رياكشن فورس. جراوند رياكشن فورس، جراوند رياكشن فورس دي زي لمسه الارض في اكشن وريت. اي اكشن هاز ان ايكوال اند اوبوزيت رياكشن على حسب الثيرد نيوتن لو. ايكوال اند اوبوزيت رياكشن، ايكوال ماجنتيود اند اوبوزيت دايركشن. الثاني جراوند رياكشن فورس. الجراوند رياكشن فورس ده زي اي فورس في الدنيا ما دام بيأثر على الجوينتس وفي مسافه ما بينه وما بين الجوينتس، يعني معنى كده انه بيخلق حوالين الجوينت ده تورك مومنت. التورك ده عباره عن فورس في الديستانس بين ذا فورس اند the center of rotation of the joint، الجزء اللي بيلف حوالين الجوينت. تمام يا جماعه؟ طيب الباك واي بتاع الجراوند رياكشن فورس ده بيختلف معدي هنا انتيريور للسنتر والقلب. هو المفروض انتيريور لوري فورس انتيريور للسنتر اوف روتيشن اوف ذا جوينت، بوستيريور للسنتر اوف روتيشن اوف ذا ني جوينت، اند بوستيريور تو ذا سنتر اوف روتيشن اوف ذا اند جوينت. كل ده بيوصلني بطريقي ان انا اعرف ايه المصدر اكتيفيتي من غير ما احفظها في كل سبجكت ايه اللي حصل. انا جاست ان انا اعرف الباك بريك بتاع الجراوند رياكشن فورس هيديني انطباع ايه هي المصدر اكتيفيتي. المهم في النهايه عشان ما نفصلش كتير، المصدر اكتيفيتي في اللوك ريسبونس اراوند ذا هيب جوينت جلوتيس ماكسيموس ماسل، اراوند ذا نيو جوينت وهي الفلكسس في الديز كوادريسبس ماسل، وبتشتغل هنا السنتر كونتراكشن تو كنترول ذا فلكشن يورينج لودنج ريسبونس. وليها فانكشن مهم جدا جدا اثناء لودنج ريسبونس وهي الشورت ابسوربشن. احنا عارفين ان انا لما ببتدي الجيت الويت كله بتاعي بيبتدي يتنقل على السبورتنج كامل، ما بيتنقلش مره واحده. ما باخدش الويت من على الليفت سايد واروح على الرايت سايد كده يحصل تنشن، انما لازم الويت يتنقل جرادولي سنه سنه لحد ما ينزل كله على السبورت الكامل. اللي بيساعد ان الويت يحصل له اكسبتنس كده هو السنتر كونتراكشن اللي بيحصل في الكوادرس. تمام؟ نفس الكلام بيحصل في الانتيريور فيجر جروب. يبقى انا عندي ثلاثه جروبس بيشتغلوا اثناء اللوجيك ريسبونس، لوجيك ماكسيموس كوادريسبس اند انتيريور فيجر جروب. دول معروفين نتيجه الجراوند رياكشن فورس نتيجه للفانكشن بتاعتهم يعني الويت اكسبتنس. طيب لو حصل بقى ان المصل دي مش شغاله، انا المفروض ان انا بعمل ايه؟ اناليسيس او اوبزرفيشن عشان اديتكت لو في اي ديفيشن. طيب المصل دي مش شغاله، هنبدا بوصل المصل. لو اللوتيس ماكسيموس مش شغاله في الوقت ده الفورس اللي بتعملها اللوتيس ماكسيموس عشان تقلل الهيت فليكشن اللي بيحصل للجراوند رياكشن فورس بتبقى مش موجوده. يعني في الوقت ده لما اللوتيس ماكسيموس تبقى ويك او بارلايز الشخص ممكن يحصل له اكسسيف هيت فليكشن. تمام؟ ويحصل له فوري. ماكسيموس ولا ميديس؟ ماكسيموس. ونيجي نشوفها من الفانتر بلاي. لأن ميديس هاد فانتر اوف ذا ليج. كيكس ليج يورينج سبريشن. كيكس ليج يورينج سبريشن. اللوتس ميديس كيكس انترنتس و و و و و لان هي اللوكس بيس الاشهر بتاعها في الفانتر لان هي يس رايت.
didn't allow the flexion of the hip joint. But the good thing is, didn't allow the pelvic drop during loading response and during knee steps. The plane of action بتاع gluteus maximus, the cervical plane, and the plane of action بتاع gluteus medius, the frontal plane. If we disinject the gluteus maximus, يعني hip flexion, excessive hip flexion. الشخص مش هيجي excessive hip flexion لأنه لو جه excessive hip flexion هو مش هيعرف يمشي هو هيقع. إنما هو بيجي يعمل compensation, compensatory mechanism علشان ما يوصلش للفولي. فبيحاول إما يبوش مكان الجلوتيس ماكسيمس يعني اكستنشن للهيب أو إنه يعمل leaning backward of the thumb. والleaning backward of the thumb ده بينقل اللايننج جرافيتي posterior to the hip joint ونقل اللايننج جرافيتي posterior to the hip joint. هيغير كمان الجراوند رياكشن فورس ويبقى posterior to the hip joint وهو نفسه يشتغل مكان الجلوتيس ماكسيمس. تمام؟ اما الجلوتيس ماكسيمس لو حصل فيها جلوتيس يبقى انا اول ما بلاقي فيها قطعه من العضلات ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بيرلي دروب لان الجلوتيس ماكسيمس المفروض ان يعني يعمل ايه؟ ادكشن. ده لو اوبن كريماتيك تشين موفمنت. لو جروث كريماتيك تشين موفمنت والديستال بارت هو اللي فيكسد هتعمل بيرلي دروب. فالبيرلي دروب ده لو حصل بيرلي ايه؟ هيخلي الجيت جيرلي وانستيبل مش هيخلي الشخص يمشي فاست سلو. فايه اللي بيحصل برضه؟ بيضطر انه يعمل اثناء السنجل جيم سبورت انه يعمل ليننج باي ذا ترانك توورز ذا افكتد جلوتيس ميديس. ولما يعمل ليننج توورز ذا افكتد جلوتيس ميديس يعني نقل الويت برضه لاترال الهيب. يعني الويت نفسه هو اللي هيشتغل مكان الابداكتوس فبالتالي مش هيحصل بلدي دروب اون ذا ان سبورت فيكس. دي بنسميها gluteus maximus large. دي بنسميها gluteus medius large. دي gluteus medius ودي gluteus maximus. لو باي لاترال يعني هنا gluteus medius affected هنا gluteus medius affected يديني what they need. الشخص يمشي زي ما هو طايق يعني يعمل ايه؟ وبرايت ايه اون ذا نفس الكلام هنرجع على مين؟ يعني خلصنا كده الهيب بالنسبه للبودي ريسبونس. ننزل للني جوينت. الني جوينت احنا اتفقنا ان الاكشن في الوقت ده هو المين اكشن بتاع الكوادريسبس. الكوادريسبس هي اللي عامله لي سبورت اجينست اكسسيف مين فلكشن. لو مفيش كوادريسبس هيحصل اكسسيف مين فلكشن دون الرولي ريسبونس والشخص يحصل له حاجه بنسميها جاك نايف ويحصل له فولي نفس الكلام. طب ازاي برضه اثبت او استنبط وانا بعمل الاوبزرفيشن ان الشخص ده وهو ماشي عنده ويكنس او عنده مشكله في الكوادريسبس اللي هيخليني اعرف كذا حاجه. اول حاجه انتيريور ترانك باندج. الشخص اللي عنده ويكنس او في الكوادريسبس دورينج ذا لوجيك ريسبونس اللي بيعمله انه بيعمل انتيريور ترانك باندج. Anterior trunk bending علشان يغير برضه شكل الجراوند رياكشن فورس. بدل ما يعدي ورا الني جوينت عدى قدام الني جوينت واكل مكان الكوادريسبس. كتير قوي بنشوف في الاطفال عندهم بوليو ده اكتر مثلا الفيكس اللي بيحصل في الكوادريسبس تلاقيهم دايما عاملين فورورد وكمان عاملين بوشنج على الني جوينت وبيدوا فورس باكورد علشان يعوضوا الاكشن بتاع الكوادريسبس. تمام يا جماعه؟ كتير منهم يفضل عامل مينتين اوف ذا ني جوينت ان هايبر اكستنشن عامل فيها لو اول ما بتنزل على الجراوند هو اوريدي مع البندنج فورورد عامل مينتين الهايبر اكستنشن. ده طبعا نتيجه للريمس كلها موجوده هنا مصر فيها لاكسي بسبب ال الهايبر اكستنشن اللي حصل في الريمس.
اهم حاجه بالنسبه للدوري الخاص هو الانكل جوينت. الانكل جوينت لو احنا بصينا للانكل جوينت لما بيتنقل الشخص من اول صفي لاول امريكا في النص الارض يبقى الهيل هو اللي عليه لحد لما بيوصل لنهايه الدوري الخاص اللي بيحصل بيبتدي الفوت يحصل لها لاند ليه؟ يبتدي ينزل حتى ما يحصل لاند اون ذا جراوند وتبقى الفوت فلات. مين اللي بيساعد في اللاندنج ده عشان يحصل سموثلي؟ الاستاتيك كونتراكشن اللي بيحصل في الانتيريور تيبيال جروب في الدورس الفاتح هم اللي بيسيبوا ثلاثه للفوت علشان توصل لمرحله الفوت فلات. لو حصل فيها ويكنس والراجل ده في الارض في الهيل هيحصل صدر دروب اوف ذا فوت وده بنقول عليه فوت سلاب. فوت برضه الشخص مش هيجي يمشي ولكن حقيقي بينتهي دايما الفوت في الفلات بوزيشن. يعني لما هيجي يلبس الجراوند بدايه مش هيلبسها من هي لما يعمل ايش كونتاكت لا هيعمل الفوت فلات او هيجي يلبس الجراوند بالتوز بنقول عليها تو هي جيت. يلبس الجراوند توز فيرست then foot flat. Toes first, then foot flat, then body. ماشي نفس الشكل ده. ده بالنسبه للانتريور جروب. يبقى انا لو شفت واحد جاي عامل ليني باك وورد فرونت اثناء الانيشال كونتاكت واللوبينج ريسبونس هقول على طول الشخص ده عامل بروتيس كلاس اكسبيرينس. لو شفت حد هو ماشي اثناء اللوبينج ريسبونس واثناء الليد سوينج الليد ستانس تيرمينال ستانس وبيعمل سايد لاتر بلندنج بتاعك بقول عنه لوكس ليكس ليكس. لما اشوف حد ماشي معانا فور وتمام وتمام بوش على دي يبقى هو الشخص ده عنده ليكس اوف ذا كوادريسبس مصر. لما اشوف حد ماشي بمنتين فوت فلات او بينزل بدايه في التوز وبعد كده في الهيل يبقى هو الشخص ده عنده ويكس اوف ذا اكتيفيتي جروب. وممكن الاقي كومبينيشن ما بين ده كله هقدر اطلع مشكلتين مشكلتين. طبعا كل باثولوجي او كل ديزيز او كل سندروم بيميزه شكل من الاشكال. يعني الباكورد لارجي دايما بنلاقيه في الاطفال عندهم مايوكو الناس عندها مايوكو لان الميلي يبقى الكروس البسط هي اللي هتفك. تاني اكزامبل او تاني صفحي هنتكلم عليه وهو الاخير انا كمان خلاص الستانس الستانس في جرافيتي اكشن فورس وهي بتتحكم في مصدر فورس بدايه. ولو ما فيش مصدر فورس يبقى الجرافيتي اكشن فورس هو اللي هيبقى مؤثر على الجيت مش هيخلي فيه ايه مش هيخلي فيه وو. انما في الانيشال سوينج الفوت از نوت ان كونتاكت وذ ذا جراوند يعني ما عنديش رياكشن ما فيش ويت نازل على الجراوند على الليل ده فما فيش رياكشن. فبالتالي الاكتف ماسل كنترول هو اللي سائد في السوينج فيز. الهدف منه ايه؟ الهدف منه ليه ادفانسمنت ان انا اعمل شورت في الليل وادفانس ليه فورورد. ده الهدف من السلكتف ماسل كنترول في الوقت ده. فبالتالي الانيشال سوينج عندي فيه ديفليكشن يبقى مين اللي عامل الكلام ده كله؟ الديفليكشن هم اللي بيعملوا لي ديفليكشن عشان تو ديفريش ذا جاب اند ادفانس ذا ليميت. عندي ديفليكشن مين هيعمل لي ديفليكشن؟ ديفليكشن هم اللي همسك. عندي دور ديفليكشن او ببتدي اريز من اللندر اروح للدور بعد ما بيسكت بعد كده ببتدي انقل الفوت من لاتر فليكشن الى دورس فليكشن. فمين اللي هيشتغل في الوقت ده؟ انفيريور تيبيال جروب. طيب يعني لو انا حصل ويكنس في الثلاثه جروبس دول هقدر ارفع رجلي من على الارض؟ مش هقدر. هقدر ادفانس رجلي فورورد؟ مش هقدر. يبقى اكيد هيحصل لي تو فاني التوز بتاعتي همشي طول ما انا ماشي في الحكم في الارض لان مش قادر ارفع وبجر رجلي جسمي تمام.
من غير ما يبذل انرجي اكثر. فبيبتدي يعمل الكومبنسيشن اللي بتعوضه عن وجود الهيت لاكسس مثلا. فالهيت لاكسس انا مش قادر يعمل هيت لاكسس والهيت لاكسس ضروره. فبيعمل ايه؟ يدور على مصدر في الترنك تغير الموضوع. بدل ما يعمل هيت لاكسس لا يعمل تلبس لاكسس. ويرفع التلبس هو لفوق وينقل الليم فورورد الويك بارت. دي بيقول عليها هيت هاي. الراجل يمشي كده والشخص ده هيميك ليجيت تمام؟ هيميك ليجيت بيشنت يعمل هيت هايبنج عشان يرفع الليب ده من على الجراوند وينقله فورورد. وعامل كمان مع الهيت هايبنج ده سيركمفلكشن. كل ده ليه؟ علشان يرفع الليب ابورد ويعمل له ادفانسمنت فورورد. ومفيش هيت فليكسور في الليب الكلام ده. تمام يا جماعه؟ ده بالنسبه للهيت. بالنسبه للمين؟ بالنسبه للمين؟ مفيش هاند فليكس هيقدر يعمل مين فليكشن. فلو عمل نفس الكومبنسيشنز اللي حصل مع الهيت جوينت يبقى كويس هيرفع عليه وهيهدله. نفس الكلام برضه في الانكل جوينت. انما في المين في الانكل في حاجه زياده يقدر يمشي فيها او يقدر يعملها اثناء السويت فيز اللي هو هي هاي ستاتيك هيت. والهاي ستاتيك هيت يعني يقدر يعمل اكسسيف هيت فليكشن لان الهيت فليكشن ستيك انتاكت. انما المشكله عنده في الهامسترنج المشكله عنده في الانكل. فيقدر يعمل هاي ستاتيك هيت وينقل الفوت فورورد. ده تو اكزامبلز بودي ريسبونس اند انيشال سوينج. طبعا الموضوع كبير والكلام كتير لكن اتمنى ان انا اكون في الوقت الصغير ده اقدر اوصلكم عن الطريقه.
support the leg discrepancy. First of all, the leg discrepancy needs to quantitative method to detect the difference exactly. Gait is a technique in follow-up on the leg discrepancy, just an impression. الشخص ده في ليفت جيت، الليفت جيت سببها ايه؟ سببها ممكن يكون ليجلات ستيفنس. بعد كده طلعناها على السرير وعملنا ميجر الليجلات ستيفنس، ودلوقتي في ميجر اكريت الليجلات ستيفنس وهو الاسكالوجرام اللي احنا بنبعت عليه الناس على طول. هل اخد ليجلات ستيفنس احنا محتاجين ان احنا نفضله انسول؟ لا طبعا خالص. المينيمم او المينيمم ده ممكن يمشي بس طبعا لازم يبقى في برنامج للريهابيتيشن، ولكن طبعا في هاي ريت اوف ليج ديسبيرسي ودي ممكن ما يعملش معاها الانسول اي افكت وممكن يخش السيرفر. هل هو true leg discrepancy ولا false؟ ولو true هل هو ناتج عن اختلاف في الروتيشن او في الانجلز او في الليج انجل اوف انكلينيشن او انجل اوف تورشن ممكن تاثر على leg discrepancy؟ الثالث الهيب بول روتيشن سواء سيمي لاترال او باي لاترال برضه ممكن ياثر على